الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنضر الله هذه الوجوه الطيبة وبوأنا وإياكم من الجنة منزلا. أحبتي الكرام، هذا موعدنا مع درس من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليمات. وقد تكلمنا عن المقدمة وكأنتم تعلمونها علما جديدا، واليوم نبدأ في الحديث عن سيدنا رسول الله. وأيضا قبل أن نتكلم عن سيدنا رسول الله نعلم القاعدة، وهي أن كل شيء عند الله بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا وطأ له ومهد له، حتى لا يحسب إنسان أن الكون يمشي على حسب أدمغة من فيه، سواء كان من الناس أو من الشياطين أو من الملائك أو من الطبيعة. إن الذي خلق هؤلاء جميعا هو الذي يتحكم فيه. ولذلك قلنا سابقا أن الرجل الذي دخل على عبد الجابر الجبار عبد القادر الجبدائي اللي هو أبو إسحاق الإسرائيلي، وحينما كان القادر الجبدائي مريض، ولكنه يقول إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله قد خلق الخير وخلق الشر، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى في قرآنه: والله خلقكم وما تعملون. ومعلوم أن العمل ينقسم إلى خير وإلى شر، فالله تبارك وتعالى، لكن الله لا يريد شرا وإنما يريد الخير، لكنه قد أعطاك الاختيارية في أن تفعل أو لا تفعل، والله تبارك وتعالى جعل لك الحساب على هذا يوم القيامة. الحاصل أن أبو إسحاق الإسرائيلي دخل على القاضي الجبائي المعتزل الذي يقول إن الله قد خلق الخير ولم يخلق الشر، وأبو إسحاق الإسرائيلي يقول إن الله قد خلق الخير وخلق الشر. ولذلك لما دخل عليه يعوده قال القاضي الجبائي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي عن الشر. فقال أبو إسحاق، قلنا هذا سابقا، قال: سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، وهذا يلغي الشاهد، لا يجري في ملك الله إلا ما يشاءه الله. ليه؟ قال: لأن الله له قهر الربوبية، وقهر الربوبية لا يستطيع أحد أن ينفذ منه أبدا، فقد ختم الله تبارك وتعالى القهر على السماوات والأرض. ولذلك الجبابرة الأول والجبابرة الحاليون وأي إنسان حتى الشياطين لا يستطيعون أن يخرجوا من الموت، فالموت قهر من الله لكل المخلوقات. قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال: سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. قال: أفيريد ربنا أن يعصى، قال: أفيعصى ربنا كرها. قال: أفرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء. وهل يستطيع أحد أن ينسب الفضل لنفسه؟ إن كلك من الذي خلقك؟ إن كلك لله، وليس لك فضل في شيء، وإنما الفضل كله لله. ولذلك قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وأنت ليس لك شيء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. اختصاص الله لمن يشاء من البشر لكي يكون رسولا للإنس وللجن، فقد اختص الله خير خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اختص الله تبارك وتعالى من الخلق كله
محمدا لكي يكون خاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين. ولذلك لا بد حينما نريد أن نتكلم على سيد الأولين والآخرين محمد، ذلك النور الذي أرسله الله إلينا، لا بد أن نقدم التحية العطرة له، والتحية العطرة له هي الصلاة والسلام عليه. ولذلك لا بد في كل مجلس أن نعطر مجالسنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ففي الحقيقة جعل الله تبارك وتعالى في الصلاة والسلام على رسول الله أن يكفي الله الإنسان همه وغمه وأن يكفيه كل أمره. وهذا فيه حديث صحيح. الحاصل أننا حينما نتكلم على سيد الأولين محمد لا بد أن نعرف نسبه الأول، هو ابن من؟ وتكلم المؤرخون على وأهل السير على أن هناك ثلاثة سلاسل لسيدنا رسول الله، سلسلة كان يحدث النبي بها عن نفسه وهو متفق عليها، وسلسلة أخرى لم يحدث بها النبي إلا أن المؤرخين قد كتبوها، فمنهم من يثبتها ومنهم من لم يثبتها، منهم من يقول بها ومنهم من لم يقول بها، وهي من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، والسلسلة الأولى من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، والسلسلة الثانية من عدنان إلى مين؟ إلى إبراهيم، والسلسلة الثالثة هذه مختلف فيها جدا، وهي من إيه؟ من إبراهيم إلى آدم عليه السلام. السلسلة الأولى كما يذكر صاحب هذا الكتاب وأصحاب السير والحق والحقيقة في ذلك أنه محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، مش كده ولا إيه؟ ابن مين؟ ابن قصي، ابن مين؟ ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن خزيمة، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن مالك، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. هذا من محمد إلى مين؟ تالي محمد، ابن مين؟ ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن قصي، ابن عبد مناف، مش كده؟ ابن عبد مناف، ابن قصي، مش كده؟ ابن كلاب، ابن مرة، ابن ايه؟ ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن مدركة، ابن خزيمة، مش كده ولا ايه؟ ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن النضر، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. هذه هي الرسالة الأولى أو السلسلة الأولى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ثم يقف عند مين؟ عدنان. ولذلك سموا آل النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ العدنانيين، مش كده ولا ايه؟ طيب السلسلة الثانية ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن قد ابن هميسع ابن سبا إلى 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 سيدنا مين؟ إبراهيم. إبراهيم. ثم السلسلة الثالثة ما فوق إبراهيم عليه السلام وهو ابن تارح ابن ناحور. أشياء يعني إيه هذه؟ يعني ليس فيها فائدة كبرى، لكن الفائدة الكبرى هي أن ثبات نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا مين؟ إلى سيدنا إبراهيم، ماشي؟ ولذلك سموا أيضا بالعدنانيين وهم آل سيدنا إيه؟ رسول الله، وهم ينسب إليهم أيضا كثير من العرب. الأسرة النبوية ده 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 نسب سيدنا رسول الله، ونسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد فيهم فاسق وما جاء أحد فيهم من سفاح، فكلهم إلى سيدنا آدم عليه السلام كلهم أتوا من طهر، ولم يكن في آباء سيدنا رسول الله رجل قد زنى أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا خيار من خيار،
وحينما نتكلم عن مولد سيدنا رسول الله سنتكلم عن هذه إن شاء الله بإسهام. ولكن حينما نذكر الأول الأسرة الكريمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء أن ليس من آبائه زاني، وليس أحد من آبائه جاء من سفاح، فكلهم أطهار نطف طاهرة. وحينما يكون النطفة طاهرة يكون فيها نور النبوة، فالله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم نورا، صحيح أنه بشر وصحيح أنه خلق مثلنا من بشر، إلا أن الله تبارك وتعالى جعله نورا. ولذلك قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. قالوا ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، فلما ينظر إليهم فإن بعض نور النبوة تنتقل إلى هؤلاء الصحابة، فلما تنتقل بعض نور النبوة إلى الصحابة رضوان الله عليهم تعدلهم، أي تجعلهم عدولا. وما زال بعض نور النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من سلسلة إلى سلسلة حتى يوصل إلينا إلى قيام الساعة. وما العصمة في العلم الشرعي الحقيقي إلا أنه قد أخذ فلان عن فلان عن فلان، عن تابع التابعين عن التابعين، عن الصحابة عن سيدنا رسول الله، عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك قال إن محمدا نور على نور. ليه نور على نور يا الشيخ؟ قال من الذي أرسل منهاج محمد؟ والله قد قال على نفسه نور السماوات والإيه؟ تصحيح معايا ولا إيه؟ ده الحديث عن سيدنا رسول الله. خلي بالك يعني. خلاص إحنا كده بدأنا الإيه؟ بدأنا السيرة الأصل يعني، لكن إحنا خدنا المقدمة عشان تعرف، ولا بد أن تذكروها لأننا سنحتاج إلى ما قلنا سابقا. معايا ولا لا؟ فقلنا أن محمد النور على إيه؟ النور. ليه؟ قال الذي أرسله من؟ الله. وقد قال الله عن نفسه الله نور السماوات والأرض، صح ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ طب وأنزل مين؟ جبريل. جبريل. وجبريل منين؟ من نور، لأن الملائكة خلقت من نور. قال والكتاب الذي أنزل مع جبريل على سيدنا رسول الله نور، وهو القرآن، مش كده ولا إيه؟ أنزلنا إليكم نورا، صح ولا لا؟ قال ومحمد جعله الله تبارك وتعالى نور. يبقى النور نزل من عند النور مع نور على نور، فهو ايه؟ ولذلك كان هو على نور. كده ولا ايه؟ قال واذا اخذ الانسان ذلك بقلبه فان قلبه ايه؟ ينور، صح ولا لا؟ بخلاف اي منهج اخر فلا تجد منهج النور على نور مثل هذا الايه؟ يبقى احنا نتمسك بالنور ولا نتمسك بمناهج الظلمة؟ لا بد. يبقى هذا طريق نور وهذا طريق ظلمة، أتترك النور وتذهب إلى الظلمة؟ أين عقلك أيها الإنسان؟ مش كده ولا إيه؟ إذن نور على نور. الأسرة النبوية الشريفة جعلها الله تبارك وتعالى أسرة طاهرة، ولذلك هنا قال لك تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية. الأسرة الهاشمية لأن لما يكون في العيلة في الأسرة رجل له مكانة كبرى واشتهر بين الناس يسمون العائلة ايه؟ باسمه، مش كده ولا ايه؟ حتى انت ممكن يكون جدك الاولاني خالص راجل بركة، لكن يظهر في عيلتك انت ايه؟ واحد يكون يعني له فضل وله باع، تسمى العائلة بايه؟ باسمه، مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا مطر، لا مش هو ده الاسم من افضل الاسم، احنا الحسيني الحسين الى سيدنا علي سيدنا، لكن مطر هذا انت تعرفت به الان،
عرفت ليه؟ لأنه مش ده جدك المباشر ولا جد جدك المباشر، لا، بس هذا كان ايه يعني له له وضع، انت فلان له وضع. ممكن ايضا يكون جدك سفاح من السفاحين. ايه نعم ما نفسش صح بس وعدين معاك السيسي بتقول ايه؟ بتقول وعدين معاك انا هخلع لك الله. وفي اكتر من كده سفاحين. ماشي يا شيخ يا مولانا ما خلاص.